الذيب طاح على الشجرة ما هو عارف يخرج. يلا انت خرجت عشان تموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة السابعة من لعبة إيكاروس العالم المفتوح، وأنا ما أعرف الحيوانات جاية علي كله عشان الأرنب هذا اللي عندي. خليني أرمي لهذا الأرنب، جاب لي الطفش. أيوة أرمي تمام، وكمان إيش؟ والله مسكين شايله من أول، جاب لي كل الحيوانات في كل مكان، في كل مكان جاني حيوانات. يلا يا حبيبي يلا يلا خذ، كسر 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 تمام، ويلا خلينا نبدأ الحلقة بسم الله. والله الأرنب وشناء، يعني الأرنب وشناء، أنت إيش جاي تسوي؟ إيش جاي تسوي؟ لازم اليوم نبني البيت الحجري بإذن الله، لازم اليوم نبني البيت الحجري. خليني آخذ الأسهم حقتي، والسكينة أصلاً بتنكسر. يا الله يبغالي أصلح السكينة الحديد، يبغالي أشوف انكسرت السكينة العظمية هذه انكسرت. طيب نكسره بالبيكاكس والأكس. يلا خذ، وفين المطرقة؟ صلح هذا، صلح، شوف كيف كسر لي اياه. والله حاقدين علي. وبعدين والله صاحبي فيروس قال لي هذا بس ما انا قادر استخدمه، قال لي هذا تستخدمه عشان الاسلحة، يطور لك الاسلحة. هم اعطوني هذا الشيء مع هذه الهدية الطاولة، ادوني هذا الشيء، فشكله يبغالي احطه، بس يقول لك ما ينفع برا، لازم جوة البيت. هذا الثور فجعني، خلينا ناخذه. ايوه ناخذه ونشيله من هنا عشان نقدر نحطه، يقولك لازم جوة البيت. طيب نخلي الطاولة جوة هنا، حلو، نفتح. يا سلام، لازم نحط السلاح هنا. هذا ايش يزود؟ يزود السرعة حقت الملي، فشكله أفضل شيء للملي نجيب الروم حقنا. الروم حقنا نسيناه في بيتنا اللي عند الشاطئ هناك. طيب نسوي روم جديد. آه ما أقدر أسوي روم جديد ولا أقدر أصلح السكينة هذه. هذه السكينة ايش يبغى لها؟ ابغى اقول له صلح، لازم يبغالي حديد. ايش عندي هنا؟ في حديد؟ لا ما في حديد، لازم اروح اجيب حديد. يلا بعد يا نعامه، بعد تجينا. روح، والله النعامات زادت عندي في المنطقه هذه النعامات، ليه ما اعرف. يلا خلينا ندور الكهف هنا، ندور فيه. يا سلام، واحد اثنين ثلاث، بعد وسممت. واحد اثنين، اح 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 اح، واحد في الوسط، جيبها، موتي. والله السم حقهم يحرق، خليني اروح اشوف اكل لي لحم ولا شيء. شوف كيف حموت من السم. تعال حموت من السم. خذ كل جميع انواع اللحم، لا تموتي. كل هذا اللحم كمان، جميع انواع اللحم. الحمد لله كنت حموت بصراحه. مره السم بطال. تمام، هو اكسجين نزل، المويه خلينا نشرب مويه من هنا. الاكسجين نحن ترى يعني بصراحه انبوبه الاكسجين مره ساعدتنا. خلينا نروح ناخذ اكسجين. تمام يلا نجي عند الاكسجين هنا، حط الاكسجين. والله عندي اكسجين كثير. يلا حط القربة. فين القربة؟ انا وديتها، هي شوفوا القربة هنا. ترى والله الاكسجين لما حطيت القربة ريحتني كثير. يلا خليها بس تغلق. تمام نحط الاكسجين هنا، لا تزعجنا يا اكسجين، خلاص ترى هو بالقربة هذا يقعد يطول بصراحة. اوكي خليني اروح اجيب حديد. ايش هذا؟ لا 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 لا، انا الهيلث حقي بيغلق. موت. الله موت ابليسك يا شيخ، حتى السكينة ما طورتها. وهناك خنزير ثاني. يا سلام، انا عندي حفلة اليوم حيوانات. ان شاء الله نبني البيت الحجري واتخلص منكم اليوم، ان شاء الله اليوم. خليني بس اروح اجيب حديد، اظن نحتاج الحديد كذا ولا كذا. الحديد هنا معلق، نحط له سقالة، حلو، ونروح نكسره. يلا يا حبيبي كسر. يلا جبنا حديد، يا ليت نمشي. خليني اروح نحطه كذا وكذا، راح نحتاجه نحن. يلا طلع لنا حديد لو سمحت، بسرعة طلع لنا حديد، مستعجلين. طلع لنا اثنين حبيبي، هذا بس بصلح فيه السكينة، بس على الأقل أصلح فيه السكينة. إيه شوفوا هذه السكينة، صلحها لنا، هي مرة مهمة تصلح هذه بصراحة. هذه السكينة ما نبغاها، خليني عبال ما يغلق أنظف هذول اللي عند الباب. سلام، أكلنا لحم وانبسطنا ونظفنا المكان.
نشوف ايش في مهام جديده. ان شاء الله مو صعبه. والله شكلها هذا يبغانا نقتل الرئيس، نبغى نقتل الرئيس هنا. طيب يلا ناخذها ونشوف يبغى نقتلها فين. اذا كانت المنطقه قريبه نجيبها، اذا كانت بعيده نحذفها. اوه شايفين يبغانا نقتل واحد وحشنا. والله تعقيد، شكلها تعقيد. والله العاصفه جات. طيب اوكي، خلينا الحين نشتغل على البيت الحجري. البيت الحجري ايش يبغانا؟ اول شيء لازم نسوي الطاوله حقت البناء، حقت الحجار لازم، هذه اول شيء. وبعدين ستون فريم، والله هذا ستون فريم فاونديشن ناخذها نشوف، بس شكلها حتكلفنا كثير. طيب ايش كمان؟ نفتح الجدار لازم، بعدين هذه الارضيه وهذا الجدار وهذا السقف. والله نبدا الحين احنا نسوي، بس انا ابغى الاشياء اللي تحت هذه، انا ما احب ابني على طول بس هذه الاشياء. خلينا نبني اول شيء الطاوله حقت البناء. اوكي يلا جينا هنا. ايش تحتاج طاوله البناء؟ تحتاج بس مسامير 120 مسمار حديد، 120 مسمار حديد. خلينا ناخذ الحين الحديد اللي هنا، ناخذ 20. يلا يلا اشتغل اشتغل. والله يبغانا نجيب حديد، ترى يبغانا نجيب حديد. اوكي نجي هنا نحط السبائك الحديد، تمام. اول شيء خلينا نسوي السهم، مهم جدا نسوي السهم. اوكي نجيبه ونحط السهم هنا. طيب حلو. وبعدين المسامير، المسامير يبغالنا 120 يعني، لا 10 في 120 كم يبغالنا؟ 12 يعني 12، نقول له هنا 12. طيب يلا اشتغل سوي المسامير. انا لازم اجيب كمان زيادة ايرون بار، لازم اجيب حديد نغلق الحديد في الكهف هذا. كسر حديد، كسر حديد يا حبيبي، لا تخلي اي حديد في هذا الكهف. يا ليت نمشي، محمل. خذ موية المطر، والله امتلى الخزان مليان موية مطر. يبغانا نسوي قربة بعدين ان شاء الله، بس اهم شيء الفلات. انا اذا طلعت الفلات ارتاح، اقدر اسوي قربة، اقدر اسوي اشياء مرة كثير. طيب خلينا بس احط الحديد هنا، يا سلام، احطه ويشتغل، اشتغل، احرق احرق احرق، اشتغل. انا ما جايبك عشان تتفرج علي. طيب الرمح ذحين نبغى نسوي له الاتاشمنت. والله يا فايروس انت خطير صراحه، انت خطير. ايش يقول لك؟ يقول لك اول شيء حط السلاح، نحط السلاح هنا، بعدين يقول لك حط هذا الاتاشمنت. يا سلام، يقول لك هذا يزود لك سبيدي 1، يخلي هذا السلاح سريع. اشتغل يا حبيبي اشتغل، ايش وراك؟ يلا اشتغل. هذا ايش دخل؟ الثور دخل بيتي قاعد ياكل من اشيائي. يا الله ما باقي الا ثيران تخش، ما باقي الا ثيران والله العظيم. يقول لك جمعت 1000 جلد من السلخ. الشيف من ليذر قدر 3. طيب يلا نشوف هذا غلق، شوف كيف صار شكله. يا الله خطير، شوف كيف. اوه كيف سريع دحين، يقول لك سريع، صار سريع. اروح اقتل الدور هذا، اشوف كيف عند راسه. والله يا كثرة الثيران، يا كثرة والله. يلا اصلخ يا حبيبي اصلخ. يلا تمام، غلق من المسامير. تعال جيب المسامير، نبغى 120 مسمار، 120 مسمار. حلو اوكي، نيجي هنا عند اي شيء تير 2 يصير في الطاوله هذه حق الكرافتنج بنش، فنقول له ابدين له الطاوله حقت البناء. يا سلام يا سلام، والله عاصفه، سمعين صوت العاصفه؟ شعور كذا مره حلو، انا احب الاصوات هذه. احس البيت بيتكسر، مره مهتمين في التفاصيل، مره مهتمين في التفاصيل. طيب ناخذها ذحين، ناخذها. يا سلام شوف، الله يستر. عاصفه، ايوه ها. طيب نقدر نحطها هنا ذحين. بس تشتغل ولا ما تشتغل الطاوله؟ تشتغل ذحين ولا يقول لك لازم لازم شلتر، لازم شلتر بس. مره شكلها خطير، شوف الحجار مكسر وعلى تعالى. حلوه الطاوله. ايش يبغى؟ كونكتنج، ممكن عليه كونكشن يصير. طيب خلينا نشوف هنا نقدر ندخلها جوه البيت. والله بيتي مره ضيق، مره ضيق. اقول لكم كيف، حشيل هذا حقه الاكسجين، حشيلها، اصلا ما احتجناها خلاص، بعد ما سويت القربه صار الاكسجين بالقوه يروح. اوكي طيب خلينا نحط الطاوله حقه البناء. يا سلام،
فخمه. قفل الباب يا حبيبي، قفل الباب، اسمع الحيوانات تزعق في كل مكان. اوكي، ايش الكونكتنج؟ اظن هذا يسوي له اتاشمنت، شيء يحتاج شيء ما اعرف صراحه، لكن خلينا نشوف ايش تحتاج نسوي عشان نسوي ال ايش نبغى. هذه تحتاج يبغالنا شغل، يبغالنا حجار، يبغالنا حجار حلو، ومسامير، حجار ومسامير. اوكي خلينا نحط المسامير هنا ونروح نشتغل على الحجار، نكسر كل الحجار اللي في المنطقة ونجيبها. يا سلام جمعنا حجار، هذه 100 حجرة. يلا حط، بس انت كسر وحطها هنا وبعدين نتفاهم. وهذه 200 حجرة. اخذت الشيف منت اني جمعت 100 حجرة. 1000 حجرة، ايش 100 حجرة؟ وهذه 300، وهذه 400، حطها اي مكان يلا. وهذه 500. 500 حجرة نكسر، والله جانا الليل، بس خلينا نكسر لما يتكسر البيك اكس عشان نصلحه. يلا لما يتكسر البيك اكس، يتكسر البيك اكس حقنا، اتكسر خلاص. يلا نحط هذه، حط هذه. وكم عندنا؟ والله جمعنا خشب كثير. يلا يا حبيبي حط هنا، حط فوق هذه كلها، فوقها. مرة تعجبني شكلها كذا موجودة. طيب يلا خلينا نصلح وننام، اصلا جانا الليل وانا بالقوة قاعد امشي، معايا حجار كثير. تمام جانا اليوم الثاني، خلينا نحط حجارة، عندي هنا حجار، شيل يا حبيبي الحجارة هذه. وهذه هذه لا لازم نحطها كذا، لازم نحطها اول شيء وبعدين ناخذها كذا، بعدين نحطها هنا. اوكي فنشيل الحجار ونحطها هنا، ممتاز. يا سلام، يبغى لنا مسامير دحين، يبغى لنا مسامير، نشتغل على مسامير. يا الله فين فين؟ جيب معايا سهم. يلا فراسك فراسك، روح شوف كيف اديته كريتيكال. في حيوانات ثانية تبغى؟ يلا خلينا نجمع الحجار، بس اجمع الحجار هذه اللي جمعناها ونحطها في طاولة البناء. طيب ناخذ اول شيء، خلينا ناخذ 10 من هذه، هذه نقدر كم ماكس؟ ناخذ 10، سوي لنا 10 من الفاونديشن. طيب ومن الجدران لا نسوي 20 من الجدران. اوكي طيب ايش كمان نقدر نسوي؟ الفلور قديش تقدر تسوي؟ 2 بس. يلا اشتغل، نزل هذه وبعدين نحن نزود. اوكي يلا اشتغل. طيب عبال ما يغلق هذا البناء، خلينا هذا اصلخه، خلينا اصلخه عبال ما يغلق هذا البناء. فين ابني؟ والله عصام قال لي ابني فوق المنطقة الصخرية، هل هو قصده؟ استنى خليني بس اغلق هذا. هل قصدك عصام اني ابني فوق هناك؟ بس المشكلة حيكون شوية صعبة الدخلة والخرجة، وانا قاعد افكر اني هنا ابني في هذه المنطقة، في هذه المنطقة ابني. تمام اخذ الحجار هنا عشان ما تضايقنا، وابني في هذه المنطقة. طيب خلينا ننظفها بس من السحالي. احلى شيء لما يبني يطلع لك الحجار هنا، شوفوا حط لك الحجار هنا. خطيرين والله، عليهم تفاصيل رائعة. يلا والله بس ثقيل، صاير ثقيل، ما اقدر اشيل كل شيء. طيب لو جينا نحطينا واحد هنا، 2 3 4. طيب ونمشي هنا، 1 2 7. واو، 1 2 3 4 5 6 7. احسها مره قويه صدقوا. حط الجدار كذا، 1 2 3 4 5 6 7. واحد يبغالنا النوافذ، نسينا النوافذ. 2 3 4 يبغالنا نحط لنا نوافذ، ونحط نوافذ، نحطه كذا، وبعدين هذا نحطه كذا. حلو نحط كذا، يا سلام حيطلع بيت رهيب، حيطلع بيت رهيب. بس يبغالي اروح اجيب فاونديشن بصراحة. يا الله مين هذا؟ الذيب، حتى انت يا ذيب، حتى انت اتركني.
والله جو خربوا لي الدنيا، خربوا لي الدنيا. خلينا نصلح كمان البيكاكس حقي، اصلحه يا سلام. ايش ما في ولا سبيكه؟ اوه سبايك حديد يا رب. في اوه لا لا في 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 كثير، في كثير. وحنسوي كمان جدران وقواعد وكله، ما يخلوني ارتاح. طلعت ليفل بس. شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك، طلعت لي ليفل كنت احتاجه. طيب خلينا نقفل، نقفل يلا، نحط الفاونديشن عشان نقدر نبني ونكمل. نحن قلنا 4 × 7 سوينا هنا، يا سلام يا حلو رهيب. اوكي ليه كذا؟ ليه الزعل هذا؟ ليه الزعل؟ ليه الزعل كذا؟ يو زعلتوني، زعلتوني. الحين لازم امد الجهه الثانيه، حمد على هذه الجهه لانه الجهه ذاك خربت، الجهه اللي هناك خربت. خلينا اخذ بس اخذ من عندهم الحجار، حتى هذا بصراحه خربت هنا، لازم اخذها هنا. يا سلام يا سلام. يلا دحين نصلح الجدران اللي خربوها لنا. شوف طيب كسرنا كل الجدران. نحط هنا كنا ونقول هنا نبغى نحط شباك. طيب كذا يا سلام. وهنا شباك، نكمل الشباك خليه كبير. طيب 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 لا تزعلوا، مو عندنا مو مويه، عندنا بحر نشرب منه، نشرب من البحر. حلو. طيب ناخذ الجدران هذه، ناخذ الجدران هذه، ممتاز ممتاز، نشرب من المويه. حلو. ونخلي جدار ابو شباك هنا. يا سلام. ايوه خلينا كذا نتوسع في البيت، تجينا راحه نفسيه ونحمي نفسنا من الحيوانات. وهنا نقفل، وهنا نقفل. غلقت الجدران. يلا روح اشتغل واجيب. انت جاي تنتقم، تنتقم لاخوك، جاي تنتقم لاخوك. هيا الحقوا الحقوا الحقوا. ايش هو؟ الحقوا. ها بس من النعمات والحيوانات هذه، جايين ياكلون بعض. طب انا ماني فاضي لكم، انا بغلق البيت. طيب نحط جدار هنا وجدار هنا. اوكي طيب، ونحط جدار هنا، نقفل. يا سلام. نقفل، نحط جدار هنا وجدار هنا وجدار هنا وجدار هنا. وهنا نسوي جدار ابو شباك، ابو شباك واحد على برا. ايوه حلو. وهنا ابو جدار ابو شباك واحد على برا. وهنا نسوي باب على برا يا حبيبي، وعلى برا. ونحط الباب الجربان، ما عندنا الباب الجديد بصراحه. يلا صار عندي بيت، صار عندي بيت كبير. لسه حسوي دور ثاني كمان خلينا اشيل النعامه هذه، مطفشتني كذا شكلها غلط. طيب عندي 3 انقاض الحين، لازم اختارها بدقه زي ما قال لي كيان. انا ايش احتاج؟ احتاج الدرج عشان اسوي الدور الثاني، واحتاج كمان هذه لازم، انا احبها هذه، انا الحواف هذه انا مره احبها. وناخذ النص. وغلقت النقاط يا حبيبي، غلقت الاشياء مره كثيره والنقاط مره قليله. يلا خلينا اشتغل، بسوي الدور الثاني الان، بشتغل على الدور الثاني. والله جانا الليل، جانا الليل. يلا يا حبيبي يلا. اوه غلقت الحجار، يبغى لنا نجمع حجار. شوف كيف صار شكل الحجر هذه، والله الصخرة صارت زي البيت، شوفوا كيف شكلها. والله خطير صارت الصخرة صارت معلقة، شوف كيف صار شكلها، وأنا ساير ثقيل. جانا الليل، جانا الليل، ونحن قاعدين نشتغل، نامنا من الصباح. شوف أنا مرة ثقيل، جيت بنام ما حصلت الكامفاير حقي، ما أدري مين كسره. يا الله. لازم ننقل بيتنا إن شاء الله، ونحط كل أشياءنا جوة البيت. هيا حتى ماني قادر انام عشان الكام فاير كسروا لي، لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يلا حط يا حبيبي، حط ولع النار، ولع النار، وخلينا نقدر ننام للصباح. يلا سك الباب ونام للصباح تمام. خلينا نحط الصندوق هنا عشان نقدر نحط فيه الاشياء، مرة صرت ثقيل. وهذا الباب نصكه عشان لا يضايقنا احد. يلا نبدا في البناء دحين. طيب نبدا نحط العواميد، نبدا نحط العواميد. اوكي هنا عمود وهنا عمود، ونحط هنا عمود وهنا عمود. اوكي وبرضه بنحط عمود هنا. يا سلام. وعمود مقابل لهذا، وعمود مقابل هذا العمود. حلو حلو
هيطلع لنا منظر رهيب، بس خلي الصباح يجي كمان، احنا في الفجر. طيب نحط درج قدام الباب هنا، يا سلام، ونخش نحط درج هنا للدور الثاني، درج للدور الثاني، لف لف تمام، درج هنا للدور الثاني ودرج هناك للدور الثاني. طيب ونحط سقف هنا، هنا سقف وهنا سقف، حلو. مرة أحب البناء بصراحة، مرة خطير البناء هذا، خطير. وهنا سقف وهنا سقف وهنا سقف وهنا، حلو. الله، عارف ايش باقي لي؟ يا ليتني شغلت هذه، كنت ابغى اشغلها، ما عندي نقاط، ابغى هذا، هذا يطلع بلكونه حلوه رهيبه. طيب نسويها بعدين لما نطلع ليفل. عاد الدور الثاني نحطه كله، نقفل عليه هذا، بس نخلي الباب هنا موجود. قفل قفل يا حبيبي، قفل قفل من اول لاخر، شوف كيف، يا سلام. حنسوي دور ثاني ببلكونه كمان. قفلنا، بس هنا في غلطه، قفلنا على الدرج. طيب يلا نشيله، نشيله نسحبه، يا سلام. يصير الطلعه والنزله خفيفه، صح؟ الطلعه والنزله خفيفه، حلو. هنا ابغى اسوي جدران نص، يعني ما ابغاها كبيره عشان اقدر احط الطريقه حقتي، عارفين؟ يا الله، ايش دخل هذا؟ ايش دخل الذيب عندي؟ ايش دخله؟ لا، ما اتفقنا على كذا. الباب يبغى لي اقفله، ولازم احط طيب نسوي حركة، يعني حركات يعني. كذا قدام الباب ما نسوي شيء، بس بعدين لازم اجيب السور، ما هو بس عاجبني كذا. اوكي يلا. هناك واحدة، هنا واحدة كمان. ها، سوينا بلكونة حلوة، صح؟ طيب والله الركنيات هذه انا ما جبتها، ما فتحتها، بس ايش حسوي؟ حسوي ذحين كذا طاقة، يا سلام. هنا بشباك، وهناك واحدة بشباك، شايفين؟ بعدين لما نجيب الجنبيات هنا نفتحها، نحط الجنبيات، ونحط واحدة هنا وواحدة هناك، حلو؟ يا الله يا الله، الحيوانات هذه، شوف ايش، يا سلام. دب نايم لي عند البيت حقي، موت، كله عشان ما شلت كله بسبب اني ما قتلت شلت اللحم حق الخنزير حق الثور، موت. يا سلام، انا بيتي ما تهنيت فيه، وهذا قاعد يكسروا لي، يا سلام. شوف قاعد ينطح البيت حقي، الخنزير المتخنزر هذا قاعد يكسر بيتي. يا الله، شوف 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 شوف، كسر الدرج، الله يكسر ابليسه. شوف الدرجة الثانية هذه، شوف الحجار كيف طاحت. صلح يا حبيبي، صلح. يلا، اتكسرت السكينة وما نظفت الأشياء اللي عند بيتي، نظفتهم كلهم، بقي لي شوية واطلع ليفل. يلا يا أخي، بس ادور لي أي حيوان أقتله واطلع ليفل على قفاه. دائما أطلع ليفل على قفا الخنازير. شايف هناك، شايف جاكوار هناك. يلا يلا. هيلو، جيناك يا حبيبي. فراسك. يا سلام، وليفل أب. وقلنا نحن اول ما نطلع في ليفل اب لازم نسوي البلكونه هذه، يا سلام. وايش كمان نسوي؟ ناخذ القطع هذه عشان نقدر نسوي البيت حقنا، ونسوي لنا باب محترم بدل الباب الجربان حقنا وغلقت النقاط يا حبيبي. غريب، الباب ما يصير في طاوله البناء، يصير هنا في الكرافتنج بنش. طيب يبغى لنا حديد، يلا هنا قاعد اصلا نسوي حديد، حلو. هات السبايك وهات الحديد، وسوي لنا باب جميل. سامعين صوت المطر؟ سامعين صوت المطر؟ رهيب رهيب، مره رهيب. يلا سوي لنا واحد باب، يلا. حتى الجسر ما يصير الا في طاوله الكرافتنج بنش. والله مطر. شيل الباب الجربان هذا، شيل الباب اللي، شوف كيف شكله معفن. شلناه ونحط الباب الجديد الجميل، يا سلام. شوف كيف كمان شكله، والله محترم، والله باب محترم، يا سلام. افتح قفل. طيب يلا البلكونة، من اول كنت استنى بلكونة انا، من اول والله، بس حطيت ال عارفين، لازم اشيل اول شيء. اللي حطيته هذا لازم اشيله، الاعمدة هذه، شوفوا، لازم، والله رهيبة شكلها، والله شكلها رهيبة، يا سلام يا سلام يا سلام.
سويت لي بلكونة حلوة جميلة، هيا لا أحد يقول لي بيتك ما حلو، أسوي بلكونة كمان فوق، يلا 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 يلا، يا سلام، حلو، عشان ما حطيت العواميد على طول جات على طول بدون ما نتعب، أوكي، هنا وهنا وكذا، يا سلام، يا سلام، بس خلاص أقفل على نفسنا، لا أقفل على نفسنا، أوكي، طيب حلو رهيب رهيب، مرة شكله رهيب صار. جانا الليل، والله انا ما ادري عن نفسي، والله جانا الليل، جانا الليل، يلا سلام نحط هذا هنا، حلو، ونجيب الجهة الثانية، نضغط الار، الجهة الثانية هذا ايوه، نجيبه كذا، يا سلام، وهذاك برضو نجيبه كذا، حلو، ها هنا، واو، والله جانا الليل، ماني شايف شيء، شوف القمر كيف رهيب والله، يلا خليني اروح انام، خليني اروح انام بس، يلا كل كل كل، يا سلام كل، ونام. وافتح الكام فاير، ما اقدر انام الا لما كام فاير يكون موجوده. دحين تيجي تحط هذه تحت، يعني سوي منظر جمالي، مو من اول حط اللي اياه بدون ما تحط الفنس، حتى من برا شوف، حتى من برا نحط لنا كذا، يطلع لك منظر جمالي جميل جدا جدا جدا. هنا بس نحط في الجهه الثانيه عشان الحواف هذه ما تبان، شوف الحواف ما تبان، فتديك منظر جمالي جدا. واخر واحده في اللفه كذا، ها بس قولوا لي ايش رايكم، قولوا لي ايش رايكم، والله رهيب. يلا خلينا نسوي السقف، باقي لنا السقف، يلا نطلع، نطلع البيت، الله التمساح جيت عند التماسيح، جيت عند التماسيح، يا ويلي يا ويلي، التمساح كان اول يطلع على الشاطئ ويتمشى، دحين جاله جدار، شوف قاعد يدور، يدور علي، شوف يدور علي، يدور علي الحقير، تعال تعال يا حبيبي، يعني شوف والله ترد قوي. اتذكر اول كنت امليه، فاكرين كنت امليه اسهم وما كان يتعور، يا سلام، انا اقعد ابني، انا اقعد ابني وهم، يا الله عليكم، اوريكم كيف موتوا، ذبحوني في بيتي الجديد، بيتي الجديد ذبحوني وبيكسروا بيتي كمان، مبسوطين. لسه ما تهنيت في البيت، دخلوا كسروا لي، شوف الجدران، يا الله يا الله، شوف كيف كسروا الدنيا، خذ بس خذ خذ عفشك يلا، وصلح صلح يلا، شوف صلح هذا، يا سلام نصلح هذا، كم شوف الحجار كيف طاحت في البيت، ما يقدر يصلح، والنمر شكله موجود، اوف اوف على النمر، واحد هنا والاخير، وحطينا الاخير هنا، ممتاز ممتاز. الحين نبغى نظبط السقف اللي فوق، طيب السقف العلوي، يا سلام، طيب نقفل هنا ونقفل، لا الجهة الثانية يا حبيبي، الجهة الثانية روح، ايوه حلو، ونحط باب هنا، ونحط باب في الوسط، اوكي يا سلام، وبرضو نحط باب في الوسط هنا، لا خلي جهته هناك، هناك جهته، ايوه، ونحط هنا جدار، جدار عادي، ايوه هناك كذا وكذا، يا سلام يا سلام، بيت ولا في الاحلام. واحد هنا وواحد هنا، اوكي الحين نجيب نكمل هنا، ننزلها على تحت، يا سلام حلو حلو، وهذا اخر شيء، والله بيت رهيب. هذا طيب كيف حسويه؟ طيب هذه بعدين نعدلها، بنشوف البيت حقنا هنا، هنا ما نقدر نخش الا اذا نوطي. طيب هذا بيتنا يا ناس، هذا بيتنا، بس جاء الليل، خلي يجي الصباح بعدين نجي نكمل هنا، يلا يا سلام، ايش رايكم بس في بيتنا، ايش رايكم في بيتنا؟ يبغى له شويه اضاءات بس، وايش تظبيطات، بعض التظبيطات بس، بعض التظبيطات، يعني ممكن هنا هذا الجدار، ممكن ايش نقول له، نقول له كذا ايوه عشان ما نشوف. وهذا الجهه الثانيه هنا نحط، يا سلام يا سلام، غرفة جميلة، غرف غرف نحط فيها كل شيء إن شاء الله. طيب أعزائي المتابعين، أظن وصلنا كذا إلى نهاية حلقة اليوم،
ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه نضبط اكثر ونصلح اكثر ونقوى اكثر ونسوي المهمه حق الوحش اللي هو ايبك. في وحش ايبك هنا اخذت المهمه وما سويتها. نكملها ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه، وفي امان الله.